لعلها تكون آخر كلمات أو آخر مشهد تشوفونه فيه أنا في موقف صعب، لكن لا يحدث في ملك الله إلا ما أراد الله. بهذه الكلمات ودع لاعب كرة القدم الفلسطيني محمد بركات متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي قبل مقتله إثر غارة جوية إسرائيلية على خان يونس بقطاع غزة. بركات الذي تلا في تسجيله بعض الآيات القرآنية مودعا أمه وأباه طالبا المسامحة، سجل مسيرة رياضية حافلة رفقة عدة أندية محلية وعربية. بدأ مسيرته الاحترافية عام 2015 مع نادي شباب خان يونس، ولقبته جماهير القطاع بالأسد لكونه أول لاعب في غزة يسجل 100 هدف بقميص فريق واحد، ولعب لصالح أندية الصداقة واتحاد خان يونس وأهل غزة وخدمات الشاطئ، كما خاض تجربة احترافية مع فريق الشعلة السعودية، ومثل المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم وكرة القدم الشاطئية. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم نعى بركات في بيان جاء فيه: نجم تلو نجم يرتقي إلى السماء شهيداً، وتستمر الحركة الرياضية الفلسطينية في توديع أبنائها وكوادرها بفعل عقود طويلة من الظلم والاحتلال.